بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الداتا اوجمنتيشن. تمام، انا بستخدم الداتا اوجمنتيشن كطريقه لنعمل افويدنج للاوفر فيتنج. تمام، من الطرق اللي بعمل بيها افويدنج للاوفر فيتنج ان انا ازود في الداتا او ان انا اعدل على الداتا، ازود على الداتا ان انا استخدم سيت اكبر او تريننج سيت اكبر، او ازود التريننج اكزامبلز اللي في التريننج سيت. تمام، او ان انا اعدل على التريننج اكزامبلز نفسها. تمام، بقول لك often the best way to reduce overfitting is collecting more data، انك تستخدم تريننج سيت سايز كبير. تمام، هنا برسم لك علاقة في الليرنينج كيرف ده ما بين السايز بتاع التريننج سيت، تمام، والاكيوريسي بتاعت الترين سيت والتيست سيت، او الاكيوريسي على الترين سيت والاكيوريسي على التيست سيت. تمام، هنا افترض ان التيست سيت سايز از كيبت كونستانت، افترض ان التيست سيت سايز السايز بتاعها ثابت. تمام، بس اللي بيتغير هنا التريننج سيت سايز، لو زودت التريننج سيت سايز هتلاقي ان الاكيوريسي بتاعه الترين سيت بتقل، ان انت زودت الداتا بدل ما كان اشتغل على داتا قليله فهتزيد الداتا، فالاكيوريسي بتاعتها بتقل شويه. تمام، بس الاكيوريسي بتاعه التيست سيت، تمام، اللي هي ثابتة في الحجم هتلاقيها بتزيد، هتلاقي الفجوة اللي ما بين الأكيوريسي بتاعة الترين سيت والتست سيت هتلاقيها بتقل، يبقى كده الأوفر فيتنج بيقل. تمام، يبقى كل ما زود السايز بتاع الترين سيت كل ما أقلل من الأوفر فيتنج. طريقة تانية إنك تعدل على الداتا نفسها، إنك تعمل مثلا مجموعة من العمليات أو ترانسفورميشنز، زي مثلا تعمل كروب، زي تعمل روتيت، زي تعمل بلير مثلا للصورة بتاعتك وهكذا، زي مثلا دول الأوريجينال دي الراندوملي أوجمنتد، تلاقي الأربعة دي زي حصل لها روتيشن كده. تمام، والتمانية دي مثلا حصل لها بليرنج وهكذا. تمام، الكلام ده هعمله ازاي في الكود؟ الكلام ده مغير في البارامتر بتاع الترانسفورمز، البارامتر بتاع الترانسفورم اللي هو اللي جوه الداتا سيت دوت امنست. تمام، لما تيجي تعرف الترين داتا سيت تغير في البارامتر ده. البارامتر ده احنا كنا بنحط ترانسفورم يساوي تنسور او يساوي ترانسفورم دوت تنسور. تمام، اللي هو ده ترانسفورم دوت تنسور، هو ده بس اللي كنا بنحطه، بس المره دي هنحط كومبوزيشن كده من الترانسفورم. تمام، فانت بتعرف تريننج ترانسفورم وتعرف تيست ترانسفورم. في تريننج ترانسفورم حط مثلا هعمل كومبوزيشن من هعمل طبعا ايه تورش فيجن دوت ترانسفورم دوت كومبوز، وبعد كده ببعت للسه دي مجموعه من الترانسفورم، زي مثلا ريسايز بغير السايز بتاعها، بدل ما هي من 28 في 28 خليها 32 في 32، بعد كده بيعمل راندوم كروب، بيعمل كروب راندوم كده للصورة، بيقصها خليها رجعها تاني 28 في 28. بعد كده ممكن يعمل راندوم روتيشن مثلا بزاوية 30 درجة مثلا، تمام، أو أي حاجة مثلا ما بين ال 30 درجة على اليمين، أو مثلا مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. يعني مثلا لو الصورة أساسية مثلا في هنا أهو، ممكن يعمل لها روتيشن كده 30 درجة أو 30 درجة عكس عقارب الساعة. تمام، المهم هي يبقى في مكان معين موجود ما بين ال 30 درجة مع عقارب الساعة أو 30 درجة عكس عقارب الساعة. بعد كده بيستخدم ترانسفورمز دوت تنسور، وقلنا استخدمنا قبل كده ترانسفورمز دوت تنسور، ده بيعمل زي كده نورماليزيشن للداتا، بيخليها محصورة ما بين 0 و 1، هيحولها من الأرقام من 0 ل 255 اللي هي الأرقام محصورة ما بين الزيرو والواحد. تمام، بعد كده بيعمل خطوة نورماليزيشن زيادة بيحدد فيها المين والستاندرد ديفيشن. لما نديك المين مثلا بنص والستاندرد ديفيشن بنص، معناها كل القيم اللي موجودة في التنسور بتاع الصورة. تمام، هتطرح كل قيمة في البيكسل ناقص نص وتقسمها على النص، فأقل قيمة عندك الزيرو أكبر قيمة الواحد، فأقل قيمة اللي هي الزيرو دي لما تطرحها ناقص نص هتبقى سالب نص، تقسمها على النص هتديك أقل قيمة بسالب واحد. نفس الكلام الواحد ناقص نص بنص على النص هتديك واحد، يبقى هتلاقي الأرقام اللي كانت محصورة ما بين زيرو وواحد هي القيم بتاعة البيكسلز دي في التنسور. تمام، هتلاقيها محصورة بين السالب واحد والواحد. نفس الكلام بيعدل برضو على التيست، بيعدل أو بيستخدم تيست ترانسفورم، هتلاقي في جزء هنا بيعمل تو تنسور عشان يعمل لها اللي هو النورماليزيشن ما بين 0 و1، وبعد كده الجزء الاخير اللي بيعمل فيه نورماليزيشن بيديله المين والستاندرد ديفيشن، برضه بيعمل كام خطوه ريسايز كده خليها 2 في 32 في 32، بعد كده بيستخدم السنتر كروب. تمام، بعد كده بيحدد لما يجي يحدد الداتا سيت بيحدد انها الامنس داتا سيت، وبعد كده دي ترين بيساوي ترو، بعد كده ترانسفورم بيساوي تريننج ترانسفورم اللي انت عرفتها دي، بدل ما هتحطها
ترانسفورمز دوت تو تنسور، بس هتحطها بتريننج ترانسفورمز على بعضها. تمام. طبعا هنا بيقول لك الجزء بتاع المين والستاندرد ديفيشن، ممكن ده هو ده عباره عن تابل اصلا. تمام، انت حاطط نص هنا ونص هنا بس. تمام، عشان انت مستخدم كالر شانل واحده بس. بس لو شغال على الار جي بي لازم تحط تابل هنا فيه نص ونص ونص، تابل هنا فيه نص ونص ونص. تمام. طبعا الكود في الباي تورتش، طبعا في البدايه بنعمل امبورت للداتا سيتس من تورتش فيجن، وبرده امبورت التورتش فيجن اللي موجود فيها الترانسبورت، بعد كده امبورت الراندوم، بعد كده الداتا لودر، وبعد كده الفانكشنال وتورتش بي اي ال البايثون ايمج لايبراري. تمام، ومات بلوت لايب دوت باي بلوت. تمام، عملنا راند للجزء ده. تمام، بعد كده حددنا الراندوم سيد والباتش سايز، بعد كده هنحدد الترين ترانسفورم اللي هي حددنا فيها الكومبوزيشن اللي فيها الريسايزنج والراندوم كروب والراندوم روتيشن ودوت تنسور، وبعد كده النورماليزيشن. تمام، عملنا ران للجزء ده، نفس الكلام برضو مع التيست، بس هعمل فيها بس ريسايزنج وسنتر كروب ونورماليزيشن. تمام، بعد كده وهحدد في الداتا سيت البارامتر بتاع الترانسفورم، اسويه بالتريننج ترانسفورمز، والبارامتر بتاع الترانسفورم في حالة تيست داتا سيت بالتيست ترانسفورم. بعد كده ترين لودر والتيست لودر. تمام، عبارة عن داتا لودر وبعت له الداتا سيت بتاعتك. تمام، والباتش سايز. تمام، وهنا الشافلينج بترو، هنا الشافلينج بفولز. تمام، عملنا راند للجزء ده. تمام، بعد كده بيعمل تشيك على الداتا سيت بعد ما حصل لها الاوجمنتيشن. تمام، يبقى العمليات الترانسفورمز اللي حصلت على الداتا دي عملية الاوجمنتيشن بتاعتنا. تمام، فاعمل راند للجزء ده، ده طلع لك الايمجز اللي هي من 0 لحد 3، 0 1 2 و3. تمام، عرضها ده الشكل النهائي ليها، هيقارنه ما بين الشكل الاساسي قبل ما يعمل اوجمنتيشن. تمام، قبل ما يعمل اوجمنتيشن هتلاقي ده الشكل الاساسي بتاعها، هتلاقي حصل لها روتيشن، حصل لها كروبينج وكده. تمام، يعني مثلا التمانية دي حصل لها روتيشن وحصل لها كروبينج. تمام، بمقدار معين وهكذا. ده جزء الديتا اوجمنتيشن. تمام، شكرا والتوفيق.